السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعيدة بلقائكم مرة أخرى في فيديو جديد. من خلال فيديو اليوم سنتطرق للنص الوظيفي الثالث المندرج في الأسبوع الثالث من الوحدة الأولى مجال العائلة المرجع كتابي في اللغة العربية للمستوى الثاني. لنبدأ على بركة الله. عنوان نصنا: عراك من أجل التلفاز. أكتشف لماذا يتجذب الأطفال جهاز التحكم عن بعد. لاحظوا معي في الصورة، الأطفال يتجاذبون جهاز التحكم عن بعد. إذن يتجاذب الأطفال جهاز التحكم عن بعد لأن كل واحد منهم يريد مشاهدة قناة ما أو برنامجا معينا. إذن يتجاذب الأطفال جهاز التحكم عن بعد لأن كل واحد منهم يريد مشاهدة قناة ما أو برنامجا معينا. إذن نلاحظ الصورة، ماذا نلاحظ في الصورة؟ إذا ألاحظ في المشهد أطفالا يتجاذبون جهاز التحكم عن بعد، والأب عاد للتو من عمله ويبدو الغضب على ملامحه. إذا لاحظوا معي، على ما يبدو أن الأب عاد للتو من العمل وملامح الغضب بادية على محياه. عراك من أجل التلفاز. عاد أبي إلى البيت مساء فوجد المعركة حامية بيننا، كنا نتجاذب جهاز التحكم عن بعد، فعمر الصغير يريد مشاهدة أفلام الكرتون ورقية تريد مشاهدة مسلسلها، أما أنا فقد كنت أرغب في مشاهدة مباراة رياضية. التقط أبي الجهاز وقال غاضبا: أريح أنفسكم، لن تشاهدوا التلفاز مدة أسبوع. في صباح اليوم الموالي دعانا أبي إلى المشي خارج البيت. في اليوم الثاني رافقناه لزيارة جدتنا وجدنا وعمتنا المريضة، ثم زرنا خالنا ولعبنا مع أولاده. المعجم المساعد: تلفاز، جهاز التحكم عن بعد، أفلام الكرتون. إذن أغني معجمي أصل بسهم الكلمة وضدها. إذن الكلمة وضدها وليس مفرد الكلمة، الكلمة وضدها. بعد، باردة، أتعب، قرب. إذن بعد، قرب، حامية، ضدها باردة، أريح، ضدها أتعب. إذن بعد، قرب، حامية، باردة، أريح، أتعب. أشطب الكلمة الداخلة. إذن مشاهدة، مشهد، مدهش، شاهد. إذا الكلمة الداخلة بين هذه الكلمات هي كلمة، لاحظوا معي، مشاهدة، مشهد، مدهش. هنا الدال تقدمت على الهاء والشين. إذا هذه الكلمة الداخلة مشاهدة، مشهد، شاهد هي عائلة لنفس الكلمة. أفهم لماذا يتعارك الأطفال. إذن يتعارك الأطفال لأجل جهاز التحكم عن بعد. إذن كنا نتجاذب جهاز التحكم عن بعد. يتعارك الأطفال لأن كل واحد منهم يريد أخذ جهاز التحكم عن بعد. إذن لأن كل واحد منهم يريد أخذ جهاز التحكم عن بعد. ما الاختيار التلفزي لكل واحد منهم؟ إذا لاحظوا معي، عمر الصغير يريد مشاهدة أفلام الكرتون ورقية تريد مشاهدة مسلسلها، أما أنا الذي يحكي في النص كنت أرغب في مشاهدة مباراة رياضية. إذا عمر الصغير أراد مشاهدة أفلام الكرتون ورقية تريد مشاهدة مسلسلها، مسلسلا الطفل الذي يحكي يريد مشاهدة مباراة رياضية. إذا منع الأب التلفزة عن أبنائه، لماذا وما رأيك؟ إذا منع الأب التلفزة عن أبنائه ليقوم بمعاقبتهم، وأنا أتفق معه.
استثمر أبحث في النص عن كلمة لها المعنى نفسه. إذا رجع، رجع بمعنى عاد. إذا عاد، أريد، أرغب، العليلة، إذا المريضة، العليلة بمعنى المريضة. إذا رجع مرادفها عاد، أريد، أرغب، العليلة، المريضة. إذا السؤال الأخير، لماذا ينبغي أن نزور أقاربنا بانتظام؟ لماذا ينبغي أن نزور أقاربنا بانتظام؟ إذا ينبغي أن نزور أقاربنا بانتظام لكي نصل الرحم معهم، لأن الله أوصانا بصلة الرحم. إذا ينبغي أن نزور أقاربنا بانتظام لكي نصل الرحم معهم، لأن الله أوصانا بصلة الرحم. إذا سأعيد قراءة النص عليكم ثم نختتم الفيديو. إذا عراق من أجل التلفاز. عاد أبي إلى البيت مساء فوجد المعركة حامية بيننا، كنا نتجاذب جهاز التحكم عن بعد. فعمر الصغير يريد مشاهدة أفلام الكرتون، ورقية تريد مشاهدة مسلسلها، أما أنا فقد كنت أرغب في مشاهدة مباراة رياضية. التقط أبي الجهاز وقال غاضبا: أريحوا أنفسكم، لن تشاهدوا التلفاز مدة أسبوع. في صباح اليوم الموالي دعانا أبي إلى المشي خارج البيت. في اليوم الثاني رافقناه لزيارة جدتنا وجدنا وعمتنا المريضة، ثم زرنا خالنا ولعبنا مع أولاده. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية فيديو اليوم. قبل إغلاق الفيديو، فضلا وليس أمرا، من تصله قناة نزهة للتعليم لأول مرة، الاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم دائما كل جديد، ولا تنسوا مشاركة المقاطع مع أصدقائكم حتى تعم الفائدة، وترك تعليقاتكم وبصماتكم المحفزة. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامة.